هولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من برنامجكم ريفيو راب. هذا البرنامج هذا اللي كما عودتكم تنعطيو فيه الريفيو ديال التراكات اللي استاهلوا. كما شفتوا من العنوان غادي نهضروا في هذه الحلقه هذه على التراك ديال كوزان اليلا اللي غادي نديروا ليه تحليل الكلمات وغادي نشوفوا شكون الروابط اللي كلاشا وعلاش كلاشاهم. اول حاجه الا كنتي باقي ما ابونيش بالضبط ابونا وفعل الكلوش وما تنساش جيم كومونتير وبارطاجي الفيديو مع عشرانك، بحيث ان هذا الشيء هذه مهتمه بالدرجه الاولى بالراب وكاين اخبار ديال افلام مسلسلات رياضه فيديوهات تحفيزيه. ومن هنا لقدام غادي نديروا مسابقات وشي لعبات اللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم بحيث ان غادي يرونوها في رمضان ان شاء الله. قبل ما يبدا التراك المهم هو الجيرينو خدا واحد توب لاين الكوزان في التراك ديال 8 بي ام اللي كان فيتشرينغ مع مايسترو. هذا التراك هذا اللي شهر كوزان بواحد الدرجة كبيرة، بحيث ان حتى عصام كان خدا ليه واحد توب لاين اللي خدم به في التراب البلجي وما دازتش واحد المدة كبيرة تجاوبوا في التراك ديال التراب الرومي، بحيث ان كنت دويت على هذا البلان هذا في البرنامج ديال مايك دور اللي تيهتم بها هو بالراب، بحيث ان تنعطي فيه فقرة تنهضر فيها على التراكات اللي غادي يخرجوا واحد الفقرة تكون فيها كلاش وفقرة تنعطيو فيها بيوغرافي ديال شي راب، بحيث ان الحلقة الرابعة ان شاء الله غادي نلوحها السيمانة الجاية. بالنسبة للكلاشات اللي كانوا هذه السيمانة هذه كان كلاش ما بين كوزان وعصام. اول حاجة بدا بها كوزان هو كلاش اي واحد تيجي نفس الخدمة وقال على ان تيتعاودوا وراه بحال الايكو. الايكو هو داك الصدى اللي تيتعاود في شي بلاصة، بحيث ان فاش تتقول شي حاجة في شي بلاصة بعيدة تتعاود ترجع لك، هذاك هو الايكو. اشنو جابني لاد مارويكو كي تعودو معايا كي بحال ليكو. هنا غادي يقول لي حشومة ان زعما تتقلب هي باش تدير كوبي كولي وزعما فنان نقال بحال شي بيروكي اللي هو البباغا. لا 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 فيلم دار الدينيرو شارشو كوبي اميغو الي لا 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 فهاد السطير هذا اللي مفرقع فكرني في ديك اللعيبه ديال فاش تتمشي شي مراه هي ولدها للسوبر مارشي وتتقول ليه تيز هو شي حاجه وتتقول ليه اغيت لي بيتيز. هي هاد اللعيبه اللي دار كوزان لالجيرينو بحيث قال ليه ان اغيت لي بيتيز بلا ما تبقى تشفر ليا لي توب لاين وغادي يجي عندي مرحبا نلحن لك شحال ما بغيتي. اغيت لي بيتيز داكشي غادي يجي دي كيلو دي توب لاين تا كيلو بيتي ولا فهاد النوطة هادي غادي يقول ليه زعما واخا ما كاينينش الامكانيات واخا قلال ما كاينش علاش نشفر شي توب لاين ولا شي فلو ولا شي حاجة. هنا غادي يلعب بالتوب لاين ديال منال اللي تتقول فيه تمال منال منال منال، بحيث ان غادي سويتشي اللعبة ديالو وغادي يجمع منال وطوطو وغادي يقول لهم زعما مالكم تطيروا من المقلة. تمال منال 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 وطوطو بوحدهم من المقلة كيطيروا يا اللي تيسول شنو هو العلاقه ديال طوطو بهذا الشيء هذا، بحكم ان طوطو دونسور بان في التراك ديال اليو ديال لالجيرينو. غادي تكون واحد النوطه في الاخر اللي غادي يشرح فيها كوزان كلشي. انا غادي يقول ليه واخا كاع هذا الشيء هذا راه ما تنديرش لوطوتين، لوطوتين انا اللي تنعتبره انا هي الماكياج ديال الصوت. وقال ليه زعما واخا معصب من هذا البلان هذا مازال تنضحك وزعما بيس. كنلعب صوتي كيل بيانو نوتو جاينز واخا توكن دا حتى كان فاين كلهم بحالي عندهم نفس الفصالة. بعد السطر هذا غادي يكون فيرمي الهضرة ديال السطر اللي فات وغادي يقول ليه حشومة بنادم تيسهر وتيكتب وتيجي شحال من لعبة وتجي انت تلقاها باردة. والله سافيرة عيقت وطلع لي الزاف كنعرقو عليها وتجيب ديوة بزاف. هنا غادي يعطي واحد كلاش بلان ديريكت لطوطو بحكم ان هو اللي تيهضر بالفرنسي، قال لي زعما ديك فرونسي تاع جوج دريال وهو اللي ساكن في بنجديه. صاحبي ما تبقاش غمط عليا بديك الفرونسي تاع جوج دريال عارفينك باط تعرف بنجديه خو كان خصك شي حاجه عيط ليا كندير واحد النوم اما العقل يجيب خو. هنا غادي يقول زعما كوزان حشومه تخلي عشيرك ولد بلادك على قبل الجيرينو تحسو باش تعطيه توب لاين. تبدل ولد بلادك على ولد الجيرينو ماشي كزلا. انا غادي نختمها بديك اللعيبه ديال زعما عندكم الزهره الطراك هذا ما مليحش في الشين ديالي اما نمشي معكم حتى لاسترو. لاسترو اللي هو الفلك ولكن هي ميتافور زعما نمشي معكم حتى لابعد نقطه. طراك مايسترو كون ديري وصل معكم حتى لاسترو. هادشي اللي كان في هاد الحلقه هادي اللي نتمنتنا الاعجاب ديالكم. كما شفتوا راه كوزان كلاش مانا لو طوطو ولا الجيرينو وحنا جاوبنا على السؤال بحيث ان بنادم
قال لي في ديك الحلقه ديال طوطو قال لك راه ما جاوبتيش، هو خاص تكون محايد تتبان الحقيقه. هادشي اللي كاين، كان معكم عبد الرحمن بن نور من قناه بينو 16. تشاو اميغوس.